السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في فيديو جديد سيتي سكاي يا احلى متابعين وبتم اقول عشرة الاف سبسكرايبر لين هنا عشرة الاف كنت اعدل المدينة صراحة ومسوي قسم جديد عسب ازيد العدادات السكانية اطوف الثلاثين الف ولا الف وضربنا توسامي تسونامي كالعادة طبعا جبت من الهاي واي سويت مفترق طرق جديد كامل ضخم يمتد للمنطقة الصناعية وسوينا باي باس هني للي يذكر المدينة هاي على المدينة وايد اكتف لدرجة يعني لدرجة مرعبة كان هني اكتف وحاولنا نعد نعدل الاشياء لكن التسونامي وصل وهاي بتحتشر علينا ساعة والمدينة بتبدأ تغرق آه. ليش يا تسونامي ليش 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 ليش, ليش ما تحبني كل شوي تسونامي انزين الصراحة بخلي التسونامي يضرب لان شفنا كم تسونامي الكوارث قامت تضرب عندنا يا اخي بشكل مرعب شوفوا هالمنطقة هاي مفروض تحتضن الاف الناس بس انا هالمنطقة كاسر خاطري والله بس هالمرة مفروض عندي البومبنج والزحمة خفت وايد في الحركة اللي سويتها بعدها في زحمة هني خرافية لكن هاي لها تعديل ان شاء الله بس مش حاليا لان شوي زحمه هني داشه غلط الهايوي ابى امد الهاي لين هني وانزله اكثر من مفترق طريق ان شاء الله بس خلنا نفتك من تسونامي صغير اظني كان صدقون مش تسونامي الاولي بس مشكله يكسر لي الدنيا ينزل الاقتصاد يعني بهدل حياتي بس اظن بس صدقون اظني السيارات مسويه شغل يعني هايل اتصور مسويين شغل ترى قاعد يشلون الماي بسرعه اظني صراحةً سلامي عليهم. يا سلام. إذا هالسيارات الكثر شغل تسوي في التسونامي زين يعني مال الديزاستر يسوي شغل. بس وايد 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 شوية يعني هايل. وانا يضربني وايد تسونامي الصراحة للحين. كم تسونامي؟ بنحطي واحد يطلع من المطار. صراحةً. من باب ان المطار مهم. بنحطي وراء الهليكوبتر انا ما اظن انتو شفتوا مكان الهليكوبتر تبون صدق هاي سويت هليكوبتر هني حق المطافي وكوارد خلنا نسوي تناكي عسب يجمعون الماي ان شاء الله يركب اوه ركب نويس سوي تناكي هني ونبى الربع ينقضون الوضع زين ابو هيل حصان عنده تناكي يعبونها وهاي اللي بيفضلنا يا اخي المباني تسوي شغل وايد اكثر ما توقعت بمراحل بس يا حي الحياة الزحمة هني شو زحمة المترو سؤال خمسة واربعين واحد بس شادي حيلكم كم خمسة واربعين واحد انزين المنطقة اللي المنطقة اللي دي اللي راح تكون سكنية اول شي خلينا نحط هني مؤسسة الاعتناء بالاطفال ولا تقولون مستشفى اطفال يعني بيسكلي هذا موجود هني بس يبون ري انكريشن طبعا هذا بنسويه عقب مو مشكلة الحين بنبدا نرص هني هالمنطقة بخليها فراغية ابى اسويها حدايق وابى اسوي عماير تجارية هني بالطريقة هاي زين وبنستفيد من الحدايق الناس اذا تمشي في الحديقة هنا دخلنا فلوس ترى بعد نفس الوقت هم يستانسون هم يستانسون انزين في المكان الخارجي هني يا التسونامي هذا خلنا نسوي هذا التول لحظة صبر هني كله بيوت هني كله بيوت اوكي هني بيكون في هني بيكون في حديقة فهني كله بيكون شو عماير تجارية او الناس تمشي بالطريقة هاي اهني نبى مكان خل هني منطقة خدمات مكان هني هذا كله مكان سكني بعدين بتفاهم مع الباقي اوكي حاليا بخليهم فاهم مع البقية بعدين اوكي الطريقة هاي صار عندنا عماير راح تطلع شوي شوي في نص العماير مش لازم نسوي حدائق ضخمه صراحه ممكن بعد نكتفي بحدائق اصغر حجما في الوسط مثلا هنا هنا في حديقه ضخمه راح ترفع الأسد ولا سعر المكان كامل فمش محتاج وايد احاتي الموضوع بحط هنا عساس هنا يطلعون بيوت صغار بالطريقه هاي شوفوا الحين هاي بتصير منطقه سكنيه ضخمه جدا حتى هنا هاي كامل راح تكون منطقه سكنية الحين المدينة الجامعية المدينة الجامعية ها كلها دكاكين هني بتستوي زحمة الله لا يوريكم زحمة من الخاطر انزين هذا معناه الحين بيكون عندنا مكان جامعي على الاغلب هذا المكان راح يكون مكان كله جامعة بس ممكن نبدا فيه وين بس شو المشكلة جامعة ترى يبالها ألف من تي مسوي نطة نحن من تي المكان هذا راح يكون فاضي الحين هنا يا اسوي أه مش مني مني الف يا اسوي شيء يجذب الناس بشكل مرعب شيء ضخم أه ممكن راديو ستيشن نحطيه بعد عند الحديقة انا الحديقة ابا اضم جنبها راديو ستيشن نسوي حولها الراديو ستيشن ان الحديقة الدوام هذا مطل على منو مطل على الحديقة نزين خلنا نبدأ نسوي زونك حق الحديقة أول شيء هالحديقة بتكون حديقة حيوانات أوكي حديقة حيوانات متواضعة نحن نبدأ ننشر مجموعة حدائق عشان المدينة يكون فيها أكتيفيتيز إنزين هذا المكان شو راح يكون هذا المكان راح يكون عبارة عن مركز شرطة خدمات اللي متعودين عليها راح تكون هنا موجودة شوفونها أسويها شارعين هني بالطريقة هاي هني ما بحط شارع بني مركز مطافي الضخم اذا كان عندنا فلوس طبعا يوم يستوي عندنا فلوس بنحط عليه زين بالطريقة هذه الحين بنبدأ الزون الزون مالنا الحين هذا بارك اريا ولا بينت بارك اريا سوينا وبنصير لحديقة الحيوانات حديقة الحيوانات ما راح تكون بالضخامة اللي انتم يمكن متخيلينها مش انها مش ضخمة خلينا نسوي الباب بعيد ونحطيلنا سايد جيت زين هني ونبقى مكان من الوسط هني الناس تي والناس بتمشي من هني تقريبا زين لين هني وعندنا واحدة سايد اخليها قدر الامكان متوازيه مع الاخيره اللي هناك ومنها نرسم تخطيط الحديقه مالنا كامل ايوه هذه زبطت معنا هذه زبطت معانا هذه زبطت معانا الحين هاي حديقه متواضعه يعني مو بتكون حديقه الضخمه اللي فيها تريليون حيوان لا يكون حديقه يعني جيده حديقه حلوه بتكون بس محتاج الحديقه مهما كانت الى سكرها هني هل اسكرها بالطريقه هاي ولا احس انا احس ما يحتاج ولا اقولك يحتاج حسب ما حد يتفلسف ويدخل علينا الحديقة ادري الشارع انكسر بس ما عليه بالطريقة هذه زين و عندنا بالطريقة هذه كل البوابات هنا راح تتغطى كحديقة حيوانات طبعا هذه الشغلة مثل ما تعلمنا بخبرتنا في, في اللعبة هاي راح تسوي لنا فرق كبير في ادخال الناس الحديقة انزين الحين الشارع اللي هني سويتي عادي شوية ما كسرة ممتاز الحديقة الحين مغطاية بسور كامل سور كامل بس شو بنسوي فيها تقسيمات سداسية بسيطة آه. يا الله جايينها ياينا بعد شو اسمه كويك هزه ارضيه شو سالفه ال يا الله الهزه الارضيه ما ضربت الا المطار خلنا نرد الشارع بس يعني ما ضرب الا الاماكن الحيويه عندي وبهدل اخلاقي و كل شوية سيطر بالمدينة شي ترى يعني موضوع استوى قام يستوي متعب شوي زين لازم نسوي ريبيلد ولا ما يحتاج اظني مال صيانة الشوارع بيسوي له على امل اذا ما سوي له خلونا خلوني انا بحط هني شارع اساس يكون يروحون يشتغلون هني شو اخباركم في اشياء متهدمة لا والله شو اسمه سووا شغل الجماعة هني الحديقة بشكل عام مهم كنت أقول لكم الحديقة راح تكون شي شي شكل بسيط جدا سداسية شي ما فيها وايد فلسفة ما فيها وايد أشياء بس راح نوصلها على البوابات على أساس شو على أساس يكون فيها على الطريقة هاي ما ينفع يا الله لازم لازم يلتحم يعني خلاص تعال انزين حديقة شو فيها زو بلازا الزو بلازا راح يحتل مكانين في صدر الحديقة هذا شو زو كافي لا نبا سوفينير شوب رسترومز رسترومز بيكسر الحاجز اللي هناك ما با. راح نحطيه على الدخلات مال الحديقة على اساس الناس اللي داشة تقدر تدخل الحديقة وهي مرتاحة بدون قرقعة يعني بس هاي اللي كفون بنحط كافيه الكافيه راح يكون مقابل البلازة تعقى عيالك وهذا وتقعد وفي بيكون عندنا الكافيه عفوا الحين هذا كان سوفينير شوب سوفينير شوب والكافيه راح يكون مقابلين بعض بالتالي نقدر نحطي لنا شوي مركز حيوانات هذا رندير كلوزر هذا مال غزلان شوفوا الحديقة اشياءها كبيرة انت يمكن تحسون كانت صغيرة مثلا بس بعدني راح احتاج اكثر مجموعة اشياء مقابل إني أبني أشياء، هذا شي آه يعني دائما في الحدايق بالطريقة هاي للأسف، أنا هدمت بغلط ما كنت هدمة بس أوكي، عادي، زين بنحطي الغزلان في الزاوية هني ولا شوية شي في الزاوية، أبو الناس من الشارع بعد تشوفه، لأ مش وقتك مش وقتك. بالطريقة هاي ولازم لها طريق داخلي بالطريقة هاي الحين يبقى لها الطريق الداخلي مال الحديقة على الأغلب أكثر من طريق طريق واحد ما يكفيها طريق هني وطريق طريق واحد أظني بس ما أقدر له طريق ثاني بس بيكون في زاوية حلوة كل حدي يطالع منو هني الغزلان غزلان حلوين ترى موز 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 موزز موسات ما اعرف معناها اللي هي وعندنا البيرد هاوس هذا شوي صغيرون والله هذا ركب ممتاز مكان وين كنا حاطين كافيه نحطيه بالطريقة هاي شوي فراغات بنحط شوي شير مش الطوال نفس الشير اللي موجود في الحديقة نوعا ما بس لأن على طول لفلنا لأنه كان سريع أنت لب أكل النمل هذا أكل النمل والله تصدقون ممكن نحشيه في مكان نفس هاي الزاوية أحس هالزاوية شوي بتكون ميتة نقدر نحطيه هنا وعندنا البايسون مال الثيران بعد نفس الغزران وايد ضخم فممكن آه إني أستغني عن هذا النطاق وأحطي منه أحط البايسون هنا مكان ما إذا طلع يركب على فكرة عادية ممكن أحط البايسون هني وخلي الناس تدور على الحديقة غصب ترى الحدائق وايد يسوون هاي الحركات أكثر ما أنتوا يعني تعتقدون يحطوا لكم لفتكم مع هذا ما يركب براية يحطون طريقكم مع طريق منو الفعاليات ولا الايفنتس الموجودات فنحن نقدر نسوي تقريبا نفس المبدأ هني حق البايسن البايسن اللي هو الثيران على فكرة البايسن هو الثور انزين تقريبا شو يسمونه جاموس تقريبا هو جاموس بالطريقه هذه صار عندنا البايسون الحين ما احس وايد اضافه حيوانات يمكن نحتاجها ولكن اذا قدرت احشي شيء نفس الربتايل هاوس ولا بيت الزواحف احسه مش غلط نقدر نحطيه هني وراء شو اسمه هذا على فكره الحديقه ما أنا اظني مطيره في السكور ايوه شوفوا ألف الحين ما ما نبغى نحن كل شيء المشكله الوحيده ما عندنا البرش مال الشير فما بحرق وقتكم كله اليوم هل الشيره لا ها النخل ما احس والله هذا احسه حاجز حلو يعني اذا في حدايق في اماكن في العاده يحطون حواجز سجرية من هالنوع عسى بيسوون عازل يوم تدخل الحديقه ما تحس انك في آه مكان في نص المدينة يعني الهدف من هذا اللي في الخارج مش اللي في الداخل صحيح أنا حطيت هناك مكان وقلت هذا المكان بنطالع فيه ولكن انتو تخيلوا الحين هذا مكان نفس هذا إذا بدأ يدخل فلوس ترى يستوي كنز خاصة أنا إن حاطنه في مكان شبه استراتيجي والحين وراه عند سوق السمك يمكن أحط فعاليات اللي هي المهرجان لأن إذا حطيت المهرجان بيستوي حركة عالية والناس قدامها حديقة فبتدفع فلوس للحديقة على أساس تصير الطرف الآخر أنا بسوي هاي وياكم على أساس تشوفون أنا شو قصدي في الحاجز الكامل من داخل الحديقة طبعا في وايد أشياء فرست بيرسون فيو هالسوالف ما نزلتن كمودات فما نقدر نشوف إن شاء الله سيتي سكاي لاين تو يكون فيها هالسوالف الديتيلينج ياخذ ساعات وانا قعدت وياكم قبل في سلسلات ولا في فيديوهات سابقه ثلاث والاربع ساعات على شغله واحده على محطه مترو يا جماعه انزين فوق هذا كله انا أبغى اسوي هني مهرجان الصبر خلوني اخلص هذا ان شاء الله اخلصه بس الباقي بعدين بسوي الحين ما بحشركم فيه في اماكن فاضيه عندنا مش مشكله المكان فاضي يكون مثل ما تشوفون هذا الشير يعطي نوع من انواع الخصوصيه الى حد معين يعني عرفتوا انزين الحين نحن عندنا هالحديقه وظني هالحديقه مطيره مره ارباح مالها مليون بما اني بسويه مكان زحمة بخلي تذكرهني بثلاثين بس لخم يعني المفروض يطلع لي فلوس يعدل المعادلة هذا المكان محتاج تغيير شو التغيير اللي محتاجينه نحن في من الحين في هذه السلسلة مترو صح والحين اي مترو في لي انا اللي هو اندر اللي هو البلازا هذا شوفونه وهذا البلازا اذا احطيه في مكان في فعاليات نفسه هني راح يخدم المدينة بكبرها يعني هاي المدينة قد تكون أعلى كثافة سكانية في مكان واحد وتخدم المدينة بشكل كامل تخدم المطار تخدم كل حد وهذه المحطة راح توقف كل مكان راح أوصلها في كل باقي المحطات الباقية لأن هنا راح تكون توسعة سكانية ضخمة للبحر وورا على الأغلب راح تكون توسعة سكانية ضخمة فأنا قررت أسوي أستعمل هاي أستعمل هاي في حظنا الحديقة وعفكرة فكرة وايد حلوة شوفوا وايد حلوة وايد ضخمة والناس بتحب انها تستعملها انا متاكد من هالشيء بس الحين مثلا عندنا شيء نفس هذا اه لازم افضيها ما مو مشكلة ب ب بشتغل حوالينها شيء نفس هذا بنسويه بفارق شارع طبعا آه, بصيج عفوا هني الشوارع زين بسوي له ممرات جميلة تخدم الهدف من المكان هذا هل المكان راح يكون شكله منتزه من غير ما يكون حديقه لانه راح يسبب لنا الزحمه الضخمه على الاغلب في المدينه كامله شوفوا الطريقه هاي نوصل على خطوط المشاه اللي وخلي الناس تمشي في اماكن حلوه ويكون عندها اختصارات للمترو لان الناس تمشي وايد في سيتي سكاي يعني لاين مثلا اذا سافرتوا في مترو ولا مكان بتعرفون قصدي زين الحين بنحط هنا دكان دكاكين شوفوا الطريقة هاي وبنحط هني دكاكين أصغر لا بسوي دكاكين وايد صغر بدون مع, مع تلمس الشارع ما أظن بتكسره بس احتياطا بنشلم هني دكاكين صغر الحين المترو بحد ذاته هذا المفروض ما يستهلك منه خط كبير أصلا يعني انزين المترو بحد ذاته إذا نيبة أنا أبا أسويه بالطريقة شو ممكن هذه ممكن نفس النقطة تطلع بطريقة شو مختلفة بعد الشارع ان شاء الله ما اخترب زين نفس المترو عفوا زين نفس المترو هذا انزل تحت راح ياخذ ذرب يا اخي زين ناخذ ذرب بالطريقة هاي ونصعد شوي حبة لأنه وايد صار تحت وينزل من وراء الصناعية بالطريقة هاي ويدخل على الخط مال الصناعية نفسه صراحة لفة مالها داعي بس ما بتراجع عنها صراحة زين الحين بيروح في نقطتين مهمات هذا الـ الـ المحطة ما لها داعي لأن بينزلون بيونا هنا إذا مكان أوكي بيمشون محطة محطة بروحه هني نحطي محطة بروحه هني يرجع يوقف ستوب زين يرجع يوقف ستوب الرجعة ويرد يوقف وين هني المحطة الثانية هذه تحت شوفوا محطة محطتين ثلاثة أربعة خمسة صح هذه اثنين وحدة اثنين اوكي تلف من هني ثلاثة أربعة ترجع توقف وقفة ثانية في الصناعية خمسة وترجع مرة ثانية عنا يسكر الخط اوكي الخط الثاني طلع واحد سيدا لمنو للمطار ما يوقف ولا وقفة يروح ويرجع سيدا لوين هذا يشل الناس من المطار ونفس الشيء راح يكون له وقفة لمنو في صديقنا القطار يوم بيستوي عندنا قطار وهذا في زحمة عالية هنا مليون واحد واقف تشوفوا هنا اوفر فيو كم واحد فيه هذا مترو لا هنا ما يبين عندنا في المترو شيء شوفوا للاسف بس اظن من المترو بيبدا يحسب في زحمة زحمة عالية زحمة عالية عليه ثلاثمية وستين شل دفع وحدة يا الله افتح لنا مال قردة واشياء يا الله الزحمة اللي عليه زين الحين في خط داخلي ثاني هني شوفوا هني نحن اخر مدينة صح هني ما بيكون عندنا خدمات صح بوقف خط داخلي صغيرون وين عند المتصف الخدمات او لان بيكون عندنا هني شو آه خدمات وبيكون عندنا هني خدمات بعد فشو بيستوي اللاين هذا آه هذا اذا بيروح يسار هذا بيروح يمين اوكي بيكون عندنا اللاين هذا زين شوي يلف بطريقة عجيبة عساس نقدر نلف المترو زين بالطريقة هذه ويروح بعد يلف لفة شوي عجيبة عساس ما يوقف الخط مالي بعدين يرجع مرة ثانية وين يدخل الخط هذا هذا ابسط خط حاليا في العالم وقفة زين وقفتين ويرجع منو يرجع لخط المترو الحين ركزنا الزحمة نحن كلها هني مال المدن تقريبا وشو يستوي هني يستوي زحمة على الحديقة شوفوا كيف الحديقة زحمة يقول بس طورها حسب تتطور ويا دخلت اللي فوق السبعة آلاف قاعد دخلي ما شاء الله ما شاء الله زين خلنا نحطي مونكي مونكي حدا صغير ومثل ما اذكر صح اثنين مونكي اقدر لا ما اقدر الجرف حيدعود عود كان هيعود عود مال ماي ما عندنا ماي ما احس محتاج احط شيء ثاني دام هبة اظني اه ما بتلفل ليش ما بتلفل انزين هذا نقدر نحط نفس هذا نقدر نغير مكان مثلا لين هني من انزين ونجرب نحط لنا نفسه بالعكس ايوه كنت ابغى شيء مرور اوكي هذا مرور استوى مال السبلان اظني ايوه استوى مرر، والله فنان الحين هذا مفروض انه يلفل باقي 2000 2000 يباله شوي 2000 بيشتغل عليه بس ابغى شكله حلو بعد ما بقعد اخبص فيه واصلا راح يكون صعب مش سهل و هاي اللي يجدون انترسين عشرين ممكن نحط هايال على الشوارع الخارجية تي قم سوفينير شوبس هالسوالف بس ما ادري احس يوم اترس من هالاشياء يستوي المكان مش حلو يعني الحين المكان جماله بفضاوته صراحه اذا بتم اضيف شغلات وايد بس عشوائيا مش حلو الحين احس المكان حلو في اللاندسكيب انزين الحين هذا المكان المفروض بيشيل زحمه خرافيه فمحتاجين محتاجين نسوي حلول زحمه هنا خلينا نسوي اربع شوارع لا اربع شوارع لا بس خلي الناس ممنوع انها تبركن هني يعني خلنا نسوي التنبيه ممنوع باركن باركن يا الله ممنوع تبركنون ممنوع تبركنون ممنوع باركنات عند المترو تماما البترو مش مكان تكون في سياراتكم ابدا الباركن هني ماشي باركن ماشي باركن لأن اربع شوارع هني شي باركن خلنا نلغي الباركن خلنا نلغي الباركن اللي هني وعند المترو المترو بيخدم ناس تسافر ناس تروح ناس ترجع ناس تسوي فبالتالي المترو نفسه لازم يكون ذا فائدة مجتمعية ضخمة ممكن نحطي الباركنات الضخمة هاي ويبالها شوي تعديل ادري شكليا ما تركب بس نعدل عليها هاي الباركنات الضخمة هذه تركب بسهولة إذا شلينا الباركن هذا بكبره من هني وحطيناه هني وحطينا, وحطينا البركنات العودة في الوسط أو على زاوية ترى هذا عادي بنشلش يعني بنحط اي مكان لو كان يركب في الجهة المقابلة كان احلى بس مثلا باركنات في الخلف على اساس امتداد، مشكلة هني ما يمتد هاي المشكلة، ترى بعد لو يمتد هني باركنج اوبا! كيف ركب؟ زين بيكون حلو، الحين المكان بكبره ممكن يكون باركنج بعد ترى، العادي، ممكن نحطي البناية، لكن البناية والعادي جنبه كيف بيكون شكله؟ ما بيركب صح؟ ابسولوتلي ما بيركب. زين اذا اغير هذا بالاتجاه ماله بعد ما بيركب فبالتالي بيستوي عندي منطقه فراغيه وانا ما احب الفراغات وايد حاليا بس هذا اللي ممكن يخدم صراحه المترو هذا ليش لان الحين الحديقه هاي تعرفون شو الزحمه اللي عليها كم تدخلنا فلوس ما قاعد توقف ابدا والمدينه بكبرها ما قاعد توقف بتشوف الحل انا عقب هالمترو بس مكانه حلو وفعال حاليا بس ابى احط هنا اسمه توريوم ولا وات اسمه يعني اصلا بالطريقه هاي حسب يخدم المنطقه بشكل جميل زين هني قلنا بنحطي مجموعه مجموعه اشياء خدميه اولهم المطافي نحن عندنا مركز واحد بعيد زين بنحط مطافي هني جنب المطافي بنرجع ل شوفوا هذا دوام حكومه لا حد يقول لي ليش باركنات زين هذا دوام ناس هاي هني مدامة زين وبنحط جنبه أبا مسطح شوي رصاصي صراحة تبون الصدق المسطح الرصاصي راح يخدمني في كيفية المكان يعني كيف شكل المكان بخبركم الحين يوم بتشوفه من فوق بتعرف قصدي الحين جنبه مفروض أن نقدر نحط يعني مستشفى وده أشياء بس آه بس ابا هني عند الجامعة شركات انا محتاج نوع يا صناعية هني وهني اردي زحمة او احط شوية شركات هني م مشروع الحدائق اللي هني شبه بلغي زين فخلونا نحطي نحن ناس تسكن عندنا بالطريقه هذه هني ما يحتاجون هذا بخليه فاضي صبر زين وخلنا نحطيه خلنا نحطي خلنا نحطيهم هني بنمد لهم مترو هني هني مكان الدركير ما يحتاج انزين الطريقه هاي زدنا الاحتمالي ولا زدنا المكان وايد انزين الحين انا كنت بحطي مكان احتفالات هني الباركنات هاي هني هاي بلغيها ليش لانه صار عندي باركنات ضخمة وين هني فما يحتاج بعد اني احطي يعني ازودها بزيادة واباهم يبركنوه هني صراحة ليش لان عندي حديقة قياس الدر علي فلوس اوكي هني بنحط يا جماعة منطقة ابا اسوي منطقة صحية بس ما يستوي يستوي بس ما يستوي لان راح يكون تكلفة عالية وايد على الفاضي يعني الفكرة شو هني ما اقدر اسوي كل شيء ترى في المدينة نفس الشيء ترى ترى ما منه فايدة ويكون مش حلو يعني ويكون شيء مستهلك ومش مش حلو ابدا زين فاذا ني على المنطقة الصحية نحن نحن, نحن عندنا اشياء ثانية كوميونيتي بول صح اول شيء كوميونيتي بول زين ولا الجمنازيوم هاي هذا بعد ترى هذا بحد ذاته اتراكتفنس ولا يجذب الناس ترى حقنا فهاي الخدمات اللي تغير علينا وسط المدينة يعني تشوفون وسط المدينة الحين كيف مش مجموعة عماير بس موصولة في مجموعة زحمة هني وفي نفس الوقت في هني شو أشياء مختلفة لأن مش نفس الشي فبالتالي لو أنا أي مثلا عندنا سونا صح السونا ممكن أحطيها في مكان حبة هني زين ونحط عندها باركنجز ازن فلر شوية ونيل للشير ابا الشير المفوش مش هذا 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 زين نحط الشير هني شوفوا بالطريقة هاي نسكرها هاي تجي منطقة شوي فخمة بالنسبة لباقي الاشياء يعني عرفت؟ انزين شكرا اسعطانا توسعه والله يمكن نقدر نمد قطار انزين والنيب شيره هني نفس هاي مختلفه شوي شيرتين هني بالطريقه هاي استوت عندنا حديقه وشير ومكان حلو وسط الزحمه يعني شوفوا مش الدنيا كلها فقط شيء واحد ليش اوكي انا بحط المستشفى بس عندي غير المستشفيات اشياء ثانيه الحين انا اليوم عندي هذه المباني كلها صح زين يوغا جاردن وغيره بس عندي هني بعد شو آه ما اوبزرفر شيء اشياء شي... 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 طبيه يعني ميديكال لابريتوري عندي جنرال هوسبيتال مثلا نقدر نحط مستشفى طب عام الطريق، طريق لا صبر ابغى اشيك على هاي تاخذ اربع اماكن وايد والله ما يستي مكانه زين نقدر نحط هنا المستشفى العام بالطريقة اثنين ثلاثة بالطريقة هاي زين مستشفى عام صح المستشفى العام هذه يخدم الناس بطريقة شوي أفضل صراحة إن لو تطلب أنا أقول لكم أفضل من الطريقة العادية زين بالطريقة هاي يعني نسوي حركات نفسها خلاص الحين المدينة قامت تكبر بدينا نتفيج حق نسوي حركات وقام يستوي فيه فلوس طبعا راويتكم حركة الفلوس انا قبل بس الفكرة يعني ما نحتاج نستعملها لان بندخل مع الوقت ملايين حلو صار عندنا هني مستشفى عام صح مستشفى العام هذا ممكن نسده بعد عن الشارع هني بالطريقة هذه ما مبين ان الشارع هذا مسدود شوفوا يدخل سيدي على الباركنات هني شي باركنات حقه صح شوفوا المكان فيه له زوار فيه له ناس اماكن خدمات طبيه وعندنا بعد شيء اللي هو الميديكال لابراتوري شوفونا يا اخي المبنى بحد ذاته ترى جميل خلنا نحطيه بالطريقه هذه قدام المستشفى العام مختبر ضخم جدا شوفوا محلاه ويش المرضى ترى فكره لا تقولون انه مش المرضى يعالج ترى هاي يعالج عشرين مثلا هذا كم هذا يعالج خمسمية خمسمية تعرف يعني خمسمية انزين والميديكال كان فيه هليكوبتر ما اظني صح زين هو اللي يحطون بعد هليكوبتر طبي اظني فيه ولا انا يمكن ما ادله زين أه... نحطي يا اصدقائي الفير هذا الجميل هذا بخلي اصلي من المكان بالطريقة هاي حلو شوفوا زين بالطريقة هاي والنيب عندي كان الاحمر هذا كان ايوه بنفسجي نحطي داخل الحديقة شوفوا راح يعطينا طبقتين لون رائعات جدا يوم نشوفها من بعيد يقول شو هالروعة هاي يا اخي نحطي هذا هني شوفوا استوى المكان شو استوى مكان عالمي يعني مستشفى مستشفى يعني تعرفون شو خمسمية واحد يشل بالنسبة لستي سكاي لاين هذا وايد هذا ميزانية هذا يضرب الميزانية مالي بس الانكم مالي تشوفوا سبعة الف وعلى فكرة انا اتصور ان الحديقة قاعد تلعب دور كبير في وايد كبير اللي هي هاي اذا ما كنت اي اوكي صناعة الثانية عين. المطار عندي بيشتغل اشياء عندي بتشتغل الناس بتي من برا على اساس شو تتعالج ترى هذا شيء ممكن جدا يعني احنا المرة الجاية بعد جامعة لا تنسون الجمعة بعدها راح تلعب دور كبير جدا في زحمة المدينة زين الحين في عندنا يوغا جاردن اللي هي بكم حطيناهم تسعين ألف مثلا زين وعندنا كمية بول حطيناه جيمنازيوم اوه جيمنازيوم جم جم نحط هنا حديقة صغيرة نفس هيك الجم بكم احلى من لوجا جاردن احسه هاي كاباسيتي ميديكال هليكوبتر ديبوت هذا ممكن نحط فيه قسم الخد... الخدمات اللي هني مية وخمسين الف احنا خدمات صح هذا شو يسوي للناس public بابليك up ناس bring them to hospitals اور كلينكس يا سلام بس هنا ما في بارك هليكوبتر يعني اذا اقدر ادمر المكان شوي اقدر احطيه بس احس ما يحتاج ممكن ادمر هذا المكان بكبره هذا شو حطينا بيوت نحن انا اسف زين لكن انتو ممكن نعطيكم اراضي غير يعني ممكن نعطيكم اراضي هني تعالوا ابنو في عندكم مترو في عندكم كل شيء شوفوا بالطريقة هذه وعند الجامعة منطقة الجامعية قريبا لازم يكون في دكاكين في الوسط شوية مشوي شويتين احاول اوزعهم بحيث ان الوظائف ما تبعد وايد فهذا ياثر على الزحمة من تجاربي صراحة استوى عندنا مكان فاضي حق منو حق المستشفى نفسه انزين الحين شو بنحط اول شيء الجمنازيوم زين بنحط الجمنازيوم هني طبعا قاعد تري الفلوس وياكم حسب اراويكم الهليكوبتر دي والله ممكن دايركت تحطيه هني عند المستشفى خلي يسوي شوي ازعاج بس شو المناطق اللي عندي كلها سكنيه صح زين بسوي لهم ازعاج هني يعني ما يركب ما يركب بسوي لهم ازعاج بالطريقه لا هذا بسوي هني مبنى عود مقابل مبنى عود مقابل اللي هو هذا شو اليوغا جاردن تشوفونه طريقة هاي الناس بتمشيله يمكن احطي واحد ثاني ولا ما اظني تعرفون شو بحطي نعبي الفراغ باركن زين ونحطي شوية شير مالنا السحري اللي هو هذا مش وايد شوية زين وننحط نحطي فيه الشير البنفسجي هذا العجيب نكسر اللون من الوسط شوي يبين كسرة اللون تغير الحين هل كنت اوريدي اثنين شغالين يا الله ليش لان عندي مستشفى عوده هني انا كنت نزل عند المستشفى دايركت فانتم متخيلين هذا كم بيخدم ناس ها شو واقفين داخل شوفوا ناس قامت تستعمل الاماكن هاي فشوفوا شكل المسطح كيف استوى مع الباركنجز هني رصاصي وشوفون هني رصاصي كيف معبنه هذا الهدف الاساسي الحين نحن شوي شوي بنعبيه ان شاء الله ما تكارثة بعد في النص وتبلشنا انا هني ابى احطي شركات شوي ابى نحطي اتش كيو حق شويه شركات بالطريقه هذه هني ونقدر نحط لنا شركات هني شكل الشركه بيكون حلو ما اقول لكم لا بس اظني بتشوف شكلها اول شيء شوف شكلها حلو والله فت المبنى تصدقون فت المكان زين هذا بخليه استركل ما با يتطور وهذا بما انه نفس الشكل بخليه استركل خليه ما يتطور هاي خلهم يتطورون بعدين بشوفهم يطولون افضل صراحه بس اشكالهم ناريه الصراحه عند المستشفى ضبط ضبط مع شكل المستشفى وايد هذا الحين بعد تطور لان تشوف سعر المنطقه هذا هي اللي يتطور بعد شكله الجديد حلو والثاني الثاني لا خله يتطور بشوف شو يطلع بخليه هيستوريك العقب شوفوا استوى فت على المستشفى ترى هذا يتطور بس ما يغير شكله هاي الفكره شوفوا المنطقه كيف صارت انت شو عندك فانسي بوتيك اباندنت اوكي ان نستوي في شركات عندنا الحين هذا لازم يزحم المكان هذا قاعد يحاول يزحم المكان بس المدخول ما له دخل لان حطينا شوي المترو قام يشتغل بس عادي انزين هذه ال ال الامتداد السكني اللي دي طبعا ها راح يكون امتداد سكني ضخم عود يمكن نخططه مره ثانيه ونسوي بس الهدف الاولي تذكرونه تذكرون الهدف ما ولا ما تذكرونه اني بخط قطار شكله قريب دام اني فتحت الارض هاي ابى اجيب قطار خارج المدينه ومترو يسقطهم من هني للقطار بس دايركت هالمترو بيكون دايركت لين هني ما بيروح مكان ثاني يعني بنسوي زحمه في نص المنطقه هاي زحمه عند البيوت الحلوه واشياء شو الفاسيلتي اللي تو اعطاني فل انا ليش دقيت اكس انا ليش دقيت اكس ما ادري شو الهدف اني دقيت اكس يعني بس المدخول حلو وكل شيء حلو الزبالة مش حلوة او القمامة عفوا ما احب اقولكم زبالة زبالة يا اخي احسه مصطلح مش حلو انزين فتح عنا شيء اسمه ويست processing complex هذا راح يشل من عندنا ضغط انزين ويشل ال ال الوساخة مالته من الويست ترانسفير فاسيلتي للبروسيسنج يعني نحطي اماكن هنا تشيل ويست وما تسوي تلوث وايد في نفس الوقت شو تسوي خلينا نرويكم مثلا انا عندي المنطقة هاي قلنا منطقة خدمية وراح تبقى خدمية على الاغلب الى وقت قريب حلو الحين هذا شو يسوي يجيب الله يعزكم الزبالة حلو يسوي لها بروسس بشكل مرعب 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 يعني مرعب وايد زين وعقب شو يستوي اني بهذا هذا شغلته يجمعون مال المنطقة يعني مثلا هني وبعدين يرسلونه بالسيارة لهناك ينقلونه زين هذا اذا اذا تكرم علينا الحظ واعطانا كم عشرين الف اللي هي حاليا <applause> خلينا ناخذ قرض هاي مشكلة الصناعة تطلع عندك مليون بعدين تطلع عندك شوية انزين نحطي هذه مثلا الويست بروسينج في العادة ما تاخذ مساحات ضخمة بنحطيها هني هاي بتغطي منطقة شوفوا ما تغطي ما, ما فيها تلوث ضخم فيها تلوث بسيط انزين بالنسبة لاشياء اخرى انزين هالمكان بعد ما حلينا مشكلة الزحمة نقدر نحطيه هني على فكرة حطيت قطار هنا عشان بشي يسوي زحمة انزين يقدر هذا بروحه بيغطي هالمنطقتين على الاغلب بس احتياطا نقدر نحطي مثلا وحدة لا هني ما بلوث مكان زراعي زين ونقدر نحطي وحدة هالصوب تخدم المدينة من الوسط لأن يعني المكان هذا أصلا صناعي فما راح يضر وايد زين بالطريقة هاي وهاي كلهم راح يتحركون يشلون التوزيع طبعا هذا راح يعني يسوي لنا فرق ضخم جدا جدا وفي واحد أكبر تفتحونه في ال موني ولا هني كان وحدة من الأماكن هذاك بعد وايد ضخم انزين الحين وسط المدينة الختامية انزين عشان اكمل لكم شويه من قبل نروح انزين المكان الختامي بيكون عندنا مبنى ضخم هني راح يخدم الباركن اللي وراها يكون حديقه وراح نحطي في نفس الوقت هني عقب شو مركز شرطه ضخم ونسوي هذه كانت الفكره من المكان هذا بعد ممكن نحركه شوي ابا ابا سكاي سكريبرز في نص المدينه ليش المدينه هاي ضخمه زين تشوفوا مكبرها فابى اكثر من سكاي سكريبر جنب بعض يعني اذا قدرت احطي اكثر من واحد مبنى طويل بحطيهم صراحه مثلا اذا حطينا هذا وايد ضخم بنحاول نحطي لنا اكثر من مبنى ضخم في نفس المنطقه مثلا ايوه سبيس اوردي اوكيبايد طبعا هاي شوي يبالها رحله بحث زين بس الفكره ان يكون المكان شو شوي فيه ضخامة ما يكون مكان آآ عادي لأن هذا التاون سنتر مالنا هذا هذا يا أخي يفتح لنا أشياء زين بس ما أبى الحين ممكن نحطيه هني هذا مال التاكس بس راح يسوي لنا مشاكل فمن الأفضل إني أجيب هني هذا مطافي عفوا مركز الشرطة نحطيه هني طبعا مستشفيات اشك ان نحتاج اي مستشفى حاليا في المنطقه عندنا مستشفى مع هليكوبترات ونحطيلنا الباركن السحري انزين اللي احس اني بنضرب على موضوع الباركنات بالطريقه هذه انزين ونحطيلنا كم مشيره بنفسجيه هني نكسر فيها اللون انزين بالطريقه هاي وهني نحطيلنا إن مش الوردي لا في شير كان نافش هذا هذا حصلته اللي هو هذا اساس نعزل اما كان العمل من زين وهني بنحط شيء جنبه يعني استوى عندنا سكاي سكريبر ضخم فالناس من وين بتمشي ولا وين بتروح اكيد بتي وين المترو هذا شوف 700 اوريدي قاعد يخدم وهذا ما شاء الله قاعد يسوي فيعني مبدئيا مبدئيا راح يكون شيء حلو ومرتب هذا شو استوى شو اخبار اللي وراه ايه طلع لي عشر مباني صغار ها خلهم يطولون يمكن اي واحد يستحوذ عليهم كلهم ويسوي مبنى عود في الله هالمبنى حلو هستركل هالمبنى بعد حلو هستركل انزين اظني هذا وقت كفاية الفيديو داون تاون رائع اظني انا الصراحة اشوفه جيد جدا نشوفكم فيديوهات قادمه على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته